غلطت في الطبيعه لازم الطبيعه تغلط معاه. زلزال تاسع بيضرب السد الاثيوبي في اقل من شهر، وظهور تشققات جديده في جسم السد. خلفت كل التحذيرات وراحت عملت سد هائل الحجم علشان تحجز اطنان من المياه ورا السد وتبني بحيره. كل ده في مكان وارض وتربه كل العقلاء في مصر وغير مصر قالوا لك مش صالحه. ده علم اسمه جيولوجيا، مش عند ولا هب. اثيوبيا اصلا في منطقه حزام زلازل ومعاها الصدع الافريقي العظيم، وانت مصمم تحمل على طبقات الارض دي سد وبحيره رهيبه. كل ده بدعوى النهضه، وانت مش بتعمل حاجه غير مشروع استعماري املاه عليك الغرب وبس. اللي عايز كهرباء لبلده كان يروح يتفق مع شركه عالميه زي سيمنز زي ما مصر عملت، ويبني مولدات كهرباء ويعيش من سكات، مش يدمر البيئه والنهر والارض اللي عنده والنتيجه صفر. النتيجه سد قايل للسقوط وتشققات في جسد السد مرصوده من 3 سنين. النتيجه تاسع زلزال يغربل اقاليم الحبشه في شهر اكتوبر بس، 9 زلازل في شهر واحد، والتاسع ده يبقى رقم 26 سنه 2024 حسب بيانات رسميه نشرها الدكتور عباس شراقي، مش كلامي. طيب انهي حاكم وطني ده اللي يحط شعبه على فوهه البركان حرفيا وليس مجازا؟ المنطقه دي منطقه براكين، بس كان مستبعد انها تنشط، ولكن دلوقتي انت عمال تتلاعب بالتركيبه الجيولوجيه لاثيوبيا او هضبه الحبشه، ورايح ببلدك في سكه صعبه لطريق لا عوده. بالمناسبه برضه مفيش خطر على مصر او النيل الازرق لو حصل في اثيوبيا اي حاجه، كده كده الميه بتنزل على هضبه الحبشه وهتكمل للسودان، وهتلتقي بالنيل الابيض في الخرطوم، وهتكمل مسيرتها المقدسه الازليه لمصر. اللي هيتغرب الزلازل وبراكين هو شعب اثيوبيا الفقير المظلوم على ايد امثال الدكتاتور الحبشي ابي احمد. ازدياد النشاط الزلزالي في السنوات الثلاثة الأخيرة كان بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، كان المتوسط حوالي 6 زلازل في السنة، ولكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12، وفي 2023 ل 38، وحتى الآن 26 زلزال في إثيوبيا خلال 24. الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة وضح أن مكتب الاستصلاح الأمريكي عمل دراسات بخصوص السد من سنة 58 ل 64، وده كان بطلب من إمبراطور الحبشة وقتها، والأمريكان قالوا أن الطبيعة الزلزالية للمنطقة يجب ألا يتجاوز حجم تخزين المياه خلف السد 11 مليار متر مكعب، لكن إثيوبيا تجاهلت كل الدراسات دي ووصلت بالتخزين ل 60 مليار متر، وكل ده علشان إيه؟ علشان يقولك النهضة، ولكن علشان ده مشروع غربي كان الهدف منه تركيع مصر، إما بحجز المياه وده فشل، أو بالاندفاع لعملية عسكرية تكون فخ لمصر أشبه بغزو صدام للكويت. ولكن مصر كانت حريصة على الشعب الإثيوبي أكتر من حكومته، مصر كانت عارفة سلبياته ومشاكله، وكنا في منتهى الصراحة مع الأحباش، ومحدش فينا قال سيبوهم يغرقوا ولا يعملوا في نفسهم اللي هم عايزينه، بالعكس حذرنا كتير. أبي أحمد دكتاتور الحبشة ضحك على شعبه الفقير الغلبان، وبدل ما يحترم حق الشعب الإثيوبي في التنمية والبناء والتعمير، تاجر بحقوقهم وحقوق البسطاء الأحباش، وعمال يفهمهم إنه عايز يخدم. والله بس مصر هي اللي معطلة ومصر هي السبب. أهو يا أبو أحمد، مصر ضربت ولا عملت وسابتك منك للبحر تعمل عليه سد تشرب منه وانت وشطارتك، وفي الآخر خلخلت إثيوبيا نفسها من فوق وش الأرض، وبقت على الهزاز 24 ساعة بسبب خيانتك، خيانتك وعملتك وحروبك ضد شعبك ومحاولتك صناعة أزمة مع الجار المصري اللي عمره ما أساء لإثيوبيا، ووقفنا معاكم أيام الاحتلال الإيطالي للحبشة. وكتب وزير الدفاع المصري الأسبق صليب سامي في مذكراته إن مصر في زمن الملك فؤاد رفضت تسليم إيطاليا خرائط الحبشة وخرائط حملة الخديوي إسماعيل على الحبشة، ورفضت تفتح المجال الجوي للطيران الإيطالي في زمن الملك فاروق علشان يغربل أديس أبابا فوق دماغ إمبراطور الحبشة. وعلى فكرة تتغرب الزلازل ولا تدشم البراكين، كده كده الأمطار هتنزل على هضبة الحبشة ومنها لنهر النيل في مسيرة أبدية منذ بدء الخليقة وحتى فناء الكون. فأنا لا خايف على المية ولا النهر، أنا كنت خايف عليك أنت وعلى دولة إفريقية شقيقة مهددة اليوم إنها تطمر تحت الزلازل والبراكين علشان ما سمعتش كلمة صادقة من مصر، وسمعت وعود كاذبة من تل أبيب وواشنطن ولندن. ورغم كل ده تخيل إنه إحنا فعلا إيدينا لسه ممدودة للحبشة علشان ننقذهم من الكارثة دي. جيش علماء مصر في مجال الجغرافيا والجيولوجيا والري والموارد المائية وحتى الكهرباء جاهز لإنقاذ الحبشة من المصيبة دي، بس هم يقبلوا بالتعاون ويبطلوا يمشوا ورا الاستعمار. الاستعمار اللي ضرب كل دول إفريقيا ومنهم الحبشة، ودلوقتي بيمثل على أبي أحمد واللي زيه إنه صديق لإثيوبيا في معركة وهمية ضد الدولة المصرية، والنتيجة بلد هتختفي من الخريطة خلال أقل من ربع قرن بزلزال مدمر لو فضلوا ماشيين بدماغ أبي أحمد واللي زيه. كل العلماء
حذروا دون استثناء وقالوا ان السد ده مصيره الدفن تحت الارض، وان الارض هتبلعه شاء من شاء وابى من ابى، زي ما هو دلوقتي مدفون تحت المياه ومجرد شلال كبير للمية. ومصر استعدت وامنت نفسها بعشرات المشاريع، من توسيع مفيد توشكا وعمل خزانات في الصعيد وتحديث السد العالي وسد اسوان. وكل اللي هيحصل في حال انهيار السد هو انتقال مخزونه من بحيرة الحبشة لبحيرة توشكا. نتمنى انه يكون في عاقل في اثيوبيا يستمع لصوت مصر ويلحق ينقذ ما يمكن انقاذه لمصلحة الاثيوبيين قبل اي حد تاني. من ناحية تانية برضو معانا تطورات مهمة في الانتخابات الامريكية اللي هتفضل مستمرة معانا لغاية يوم 5 نوفمبر اللي جاي، يعني حوالي اسبوع. الساعات اللي جاية هتسمع مصطلحات امريكية كتيرة قوي علشان فاضل ايام خلاص على الانتخابات الامريكية. وانا حديلك ملزمة ليلة الامتحان هتبقى معاك من النهاردة لحد ما الدوشة دي تخلص. الامريكان يوم الثلاث 5 نوفمبر هينتخبوا رئيس جديد والنائب بتاعه، وهينتخبوا كمان مجلس النواب بالكامل 435 عضو ونص مجلس الشيوخ او 34 من اصل 100، و11 ولاية هتنتخب الحاكم الخاص بيها، بس مفيش ولاية مهمة باستثناء واشنطن، بالاضافة الى عدد من قبائل الامريكان الاصليين اللي هينتخبوا زعماء للقبائل. حوالي 244 مليون امريكي له حق المشاركة في الانتخابات. المجمع الانتخابي بيضم 538 عضو بيختاروا الرئيس اللي لازم يعدي 270 صوت في المجمع الانتخابي. ترامب في الاسبوع الاخير عمال يحقق اختراقات غير مسبوقه. اول اختراق كان اصوات العرب والمسلمين يوم 27 اكتوبر 2024، حصل ما لا يتوقعه اشد المؤمنين بترامب. مشايخ ميتشيغان ايدوا ترامب، الولايه المتارجحه واللي بيصنفها الامريكان بانها معقل اصوات العرب والمسلمين. حصل ده ازاي؟ ترامب قال اللي قلناه في اكتر من حلقه، الراجل ده لما كان رئيس لمده 4 سنوات، هل خاض حرب؟ هل فجر حرب وفقا لنظريه لكل رئيس امريكي حربه؟ هل قصف دوله مما يطلق عليها دوله عربيه او اسلاميه كما فعل كل رؤساء امريكا منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه؟ ومجرمين حرب افغانستان والعراق ضده. عرف يوظف ده كويس قوي في خطابه بولايه ميتشيغان، وقال بالنص ان ليزي تشيني المتحالفه مع كاميلا هاريس هي ابنه ديك تشيني اللي اتسبب في مقتل ملايين العرب في العراق. ليزي تشيني تريد ان تغزو كل دوله مسلمه. معارضه ترامب لقواميس الصوابيه السياسيه، المصطلح الشيك لنشر كل المبيقات والمحرمات. بكل تاكيد سوف تجد استجابه في اوساط الامريكان العرب والمسلمين. رجل دين مهم في الولايه اسمه الشيخ بلال الزهيري من اصول يمنيه، قال موضحا اسبابه دعمه لترامب: نحن نؤيد بقوه دعم القيم الاسريه وحمايه رفاهيه اطفالنا. نعتقد انه من الضروري حمايه الاطفال من التاثيرات الوجوديه في المناهج الدراسيه التي قد تؤثر على براءتهم وتعيق تطورهم الطبيعي، ونشجع على سياسات تضمن ان المحتوى التعليمي يحترم القيم الاساسيه التي تشاركها الاسر في جميع انحاء وطننا مع الحرص على مصلحه اطفالنا. نحثكم على اتخاذ موقف قوي ضد الاسلاموفوبيا. السيد الرئيس ربما تكونون من اكثر الرؤساء الذين تعرضوا للظلم من قبل الاعلام في عصرنا الحديث، وكذلك فان المسلمين من اكثر الاقليات التي يتم تمثيلها بشكل غير عادل. هذا امر نشترك نحن واياك فيه، اذ ان الاعلام ينشر عننا وعن سوء الفهم والمغالطات. مين كان يصدق ده؟ قدر ترامب انه يخترق اوساط العرب والمسلمين الامريكان، ربما لانه ليس سياسي ولكنه رجل واضح وصريح. ممسكش العصاية من النص سواء كان مرشح أو رئيس، موقفه واضح من القضايا الخاصة بالقيم الأسرية والريمبو والترانسات والإجهاض. رفض مطالب شبكات الغرب بإشعال حرب أوكرانيا لما كان رئيس، ولم يخوض حربا في الشرق الأوسط أو غيره، بل سعى لاتفاق سلام مع كوريا الشمالية وهدأ الموقف مع روسيا والصين. هذا هو إرث ترامب لمن يفهم، وليس من يترجم من الإعلام الأجنبي ويردد ما ترجمه باعتباره تحليل. الاختراق الثاني اصوات الامريكيين القوميين، وده حصل ازاي؟ ترامب واصل لعبته المفضله انه يقطع كل الخطوط الحمراء بلا رجعه. ترامب قال ان امريكا دوله محتله ومن يحتلها هم المهاجرين، وقال انه هيفعل قانون العدو الاجنبي اللي وضع سنه 1798 لتفكيك كل العمليات الاجراميه للمهاجرين في امريكا. القانون ده بيعطي الرئيس الامريكي حق احتجاز او طرد او نقل رعايا دوله باعتبارها عدوة الامريكي وبشكل جماعي،
القانون ده استخدمه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بعد الهجوم على بيرل هاربل خلال الحرب العالمية الثانية، ووصف المواطنين الأمريكان من أصول اليابانيين والألمان والإيطاليين بأنهم أعداء أجانب، وتم احتجاز الأمريكان من أصول يابانية في معسكرات موسعة في بلد بيطبل لك إعلامها النهاردة ليل نهار بأنهم واحة الحرية والديمقراطية في العالم. ترامب كمان شغال تشكيك في النظام الانتخابي وفي الديمقراطية الأمريكية، وخايف من التزوير اللي حصل سنة 2020. ترامب لو خسر المرة دي هيتقاعد عن السياسة وتيار اليمين القومي في الحزب الجمهوري، وهيتراجع وهيرجع المحافظين الجدد يركبوا الحزب الجمهوري من تاني. حملة هاريس جمعت 997 مليون دولار وحملة ترامب جمعت 378 مليون بس. المضحك ان حملة هاريس بتقول ان ترامب غني وبيمثل الاغنياء والاثرياء وشغالين خطاب اشتراكي رخيص، عمرك ما تصدق انه ممكن يطلع من سياسي في دولة رأسمالية زي امريكا. هاريس جمعت وصرفت مليار دولار عكس ترامب اللي مش عارف يتخطى ال 400 مليون دولار. هاريس لو فازت هتبقى اول نائب رئيس ديمقراطي في المنصب يفوز بالرئاسة من انتخابات 1836 لما مارتن فان نائب الرئيس اندرو جاكسون فاز بالرئاسة، وده سياسي عجيب. اول واخر رئيس امريكي الانجليزية ليست لغته الاولى بل الهولندية. وما تستغربش، نيويورك كانت مستعمرة هولندية باسم نيو امستردام قبل ما بريطانيا تحتلها من هولندا، ومارتن فان من ابناء الاستيطان الهولندي لنيويورك وكان حاكم الولاية في عشرينيات القرن التسعتاشر. اما في الجمهوريين فجورج بوش الاب كان نائب ريغان لما فاز بالرئاسة في انتخابات 1988. اذا ترامب كسبان اصوات مهمة للسود واللاتين والعرب والارمن والمسلمين وكمان البولنديين. هل ده كفاية؟ ده اللي هنعرفه يوم الثلاث اللي جاي وسط كل المشهد المعقد ده بتراقب مصر وبعيون الصقر. المشهد المرتبك ده وتم وضع مخططات لمواجهة كافة السيناريوهات حتى لا تسقط المنطقة تحت اقدام المشاريع الامريكية القديمة او القادمة في الطريق. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.